الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن حكم استخدام غاز الأكسجين وهو صائم، يعني صائم أراد أن يستخدم بخاخ الأكسجين، فيسأل هل الأكسجين أو غاز الأكسجين يفسد الصيام ويضيع ثواب الصيام؟ الجواب على هذا السؤال إن الرأي الراجح والمعمول به في الفتوى بأن غاز الأكسجين لا يفسد الصيام ولا يبطل الصيام، والسبب في ذلك قال العلماء بأن غاز الأكسجين لا يعد طعاما ولا يعد شرابا وليس في معنى الطعام والشراب، وقال العلماء بأن غاز الأكسجين لا يجاوز قصبة الأنف، ومن ثم فهو لا يصل إلى المعدة، حتى لو وصل إلى المعدة فإنه لا يفسد الصيام ولا يضيع ثواب الصيام. أكتفي بهذا القدر، وأشكركم على حسن استماعكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.